عندما أدخل الله تعالى آدم وحواء الجنة قال لهما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا، إذ أن الرجل هو الذي عليه التكاليف كلها، فإذا خرج من الجنة فهو الذي سيشقى وراء لقمة العيش لأنه مكلف بذلك. ومن ثم فإن الله أمده بقوة في جسمه ليواجه أعباء الحياة. أما المرأة فإن رسالتها رسالة سامية وسامية جدا، إذ هي المدرسة التي تقوم بتربية النشأ الصالح، ومن ثم فلا عجب إذا شبهت بأنها مصباح البيت، أمدها الله بقوة في عاطفتها وحنانها لتستطيع أن تغذي طفلها وتربيه وتنشئه وتصبر على ما يعود عليه من هذا الطفل من سهر بالليل وعناء بالنهار. ومن هنا فإن العلماء الباحثين يقررون أن الأم عندما ترضع ولدها لا ترضعه لبنا فقط، إنما ترضعه حنانا وتغذيه بعطفها، بحيث أن الطفل إذا ترك صدر أمه تراه يبكي، فإذا حملته سيدة أخرى غير أمه واصل البكاء، فإذا عاد إلى صدر أمه كف عن البكاء. فمن الذي أدراه أن هذه أمه؟ قالوا إنه يعلم صدر أمه بدقات قلبها.